هو سر الحياة ومرآة الوجود، ينساب بلا لون ولا رائحة، لكنه يحمل في جوهره ذاكرة الأرض وأصداء السماء. الماء، تلك المادة البسيطة كيميائياً المعقدة في سلوكها والمثيرة لدهشة العلماء والروحانيين على حد سواء. كائن شفاف، لكنه يخفي أعظم الألغاز، فهل هو مجرد سائل أم كتاب كوني مفتوح لمن يجيد قراءته؟ نتساءل في هذا الشريط، ما هو أصل الماء؟ وهل ولد على الأرض أم جاء من الفضاء؟ لماذا يتمتع الماء بخصائص فيزيائية فريدة لا يشاركه فيها أي عنصر آخر؟ وهل من الممكن أن يحمل الماء ذاكرة أو يتأثر بكلمة تقرأ عليه أو نية توجه إليه؟ إذا كنت ممن يعتقدون أن أسرار الكون لا تختصر في المعادلات فقط، بل تقرأ في تدفق النهر وصمت القطرة، فأنت في المكان الصحيح. اربط حزام فضولك واستعد للغوص معنا في عالم الماء كما لم تراه من قبل، فعلى بركة الله. تأملات، فيزياء الماء، أسرار الحياة والطاقة الكونية. في قطرة ماء واحدة تختبئ هندسة كونية، لو اختلت لحظة لاختلت الحياة. هل فكرت يوماً كيف يمكن لثلاث ذرات صغيرة أن تصنع هذا الكون المائي الهائل؟ الماء في أبسط صوره يتكون من ذرتين من الهيدروجين H وذرة واحدة من الأكسجين O، لكن السحر لا يكمن في العناصر بل في الطريقة التي تتحد بها. عندما تقترب ذرتا الهيدروجين من ذرة الأكسجين، تتشارك الإلكترونات فيما بينها لتكوين ما يعرف ب الرابطة التساهمية. هذا التشارك يمنح جزيئة الماء استقراراً، لكنه يخلق في الوقت ذاته عدم توازن في توزيع الشحنة. ذرات الماء لا تصطف في خط مستقيم، بل تتخذ شكلاً يشبه حرف V أو زاوية، حيث تقع ذرتا الهيدروجين على طرفي الذرة الأكبر وهي الأكسجين، وتشكل زاوية 104.5 درجة تقريباً. لكن لماذا هذه الزاوية بالتحديد تعد معجزة؟ لو كانت الزاوية أصغر أو أكبر لتغيرت تماماً خصائص الماء. بهذه الزاوية تحديداً تصبح جزيئة الماء قطبية، أي أن لها طرفاً سالباً عند الأكسجين وطرفاً موجباً عند الهيدروجين. بهذه الزاوية وهذه القطبية يصبح الماء قادراً على إذابة الأملاح والسكريات والبروتينات داخل خلايانا، ويتمكن من نقل المغذيات وطرد السموم. تشير دراسات حديثة لوكالة ناسا إلى أن جزءاً كبيراً من ماء الأرض جاء من الكويكبات والنيازك التي اصطدمت بها قبل مليارات السنين، حيث كانت تلك الأجرام تحتوي على مركبات مائية. وبهذا فالماء قد يكون أقدم من الأرض نفسها. الماء بخلاف معظم المواد في هذا الكون يتمدد عندما يتجمد، بدل أن ينكمش فيطفو الجليد فوقه ويحمي ما تحته من التجمد الكامل، ميزة أنقذت البحار والأنهار من التحول إلى مقابر جليدية. ليس هذا فقط،
فالماء يملك توتراً سطحياً عالياً، وكأن سطحه مغطى بغشاء خفي يسمح للحشرات أن تمشي فوقه وللدموع أن تتجمع على وجنتك قبل أن تسقط. ثم هو أعظم مذيب عرفته الطبيعة، يذيب الأملاح، المعادن، السكريات، الغازات، وكأنه يحمل داخل قطرة واحدة قدرة على جمع نقيضين، الذوبان والثبات. وبفضل حرارته النوعية العالية، فإن تعرضه للحرارة يمكنه من امتصاص كميات كبيرة منها دون أن يسخن بسرعة، ليحمي بذلك الكائنات الحية من التقلبات الحرارية القاتلة. كما أن للماء خاصية شعرية، وهي قدرته على الارتفاع داخل الأنابيب الدقيقة بفعل التلاصق مع جدرانها والتماسك بين جزيئاته، وهي التي تمكنه من الصعود في أوعية النباتات لنقل المغذيات من الجذور إلى الأوراق. كل هذه الخوارق ليست صدفة، بل تصميم كوني دقيق جعل من الماء الوسيط المثالي للحياة، بل جعل منه الحياة ذاتها. يقول الفيزيائي الأمريكي فريمان دايسون: الماء هو أكثر مادة غير عادية في الكون. إنه يبدو عادياً، لكنه معجزة فيزيائية. الماء ليس مجرد مكون، بل هو المسرح الذي تقام عليه كل التفاعلات، والوسيط الذي تمر عبره رسائل الحياة. حين ننظر إلى الخلية الحية، وهي أصغر وحدة في بناء الحياة، نجد أن 70-90% من كتلتها ماء. كما أن التمثيل الغذائي الذي يحول الطعام إلى طاقة من النقل الداخلي الذي يوصل الغذاء والأكسجين إلى كل جزء من الخلية إلى حفظ التوازن بين الأملاح والسوائل، الماء هو البطل الصامت خلف كل هذه العمليات. وما هو أعمق من ذلك، كل كائن حي من أصغر بكتيريا إلى أعقد كائن حي لا يستطيع نقل غذائه أو طرد فضلاته دون الماء. إنه الناقل والمذيب والمنظم، بل هو الحياة ذاتها في تدفقها المستمر. في ثمانينيات القرن الماضي فجر العالم الفرنسي جاك بنفينيست جدلاً علمياً مدوياً عندما ادعى أن الماء قادر على الاحتفاظ ببصمة جزيئية لمادة كانت مذابة فيه حتى بعد أن تزال كلياً. رغم أن هذه الفكرة قوبلت برفض واسع من الأوساط الأكاديمية ووصفت بالتجربة المثيرة للجدل، إلا أنها ألهمت سلسلة من الأبحاث البديلة وتكررت بتعديلات في مختبرات متعددة، بعضها أشار إلى إمكانية وجود سلوك غير تقليدي للماء لا تفسره الفيزياء الكلاسيكية. وكأن الماء لا ينسى، وكأن له ذاكرة صامتة تحفظ آثار ما مر عليه، تماماً كما تحفظ الصخور نقوش الحضارات الغابرة. يقول عالم الكيمياء الحيوية الدكتور جيرالد بولاك: الماء يملك ترتيباً خاصاً على حدود الخلايا، وكأنه كائن ذكي في حد ذاته. في مطلع الألفية قام دكتور الطب البديل الياباني ماسارو إيموتو بسلسلة من التجارب غير التقليدية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية والروحية،
فكرته كانت بسيطة لكنها ثورية. هل يتأثر الماء بالكلمات والمشاعر؟ جمد قطرات من الماء بعد أن عرضها لكلمات مكتوبة أو منطوقة مثل حب، امتنان، سلام، فكونت بلورات جليدية ذات أشكال هندسية متناظرة كأنها لوحات فنية من الضوء والثلج، بينما كلمات مثل كره، حرب، غضب كونت أشكالاً مشوهة غير متناسقة تفتقر إلى الجمال. ثم كانت المفاجأة الأعظم حين استخدم آيات من القرآن الكريم، وتحديداً تلاوة بصوت عذب خاشع، ظهرت بلورات الماء بأشكال مقدسة هندسية مدهشة تنبض بالتناظر والدقة وكأنها تستجيب للمعنى قبل الصوت. يقول ماسارو: الماء يتلقى الرسائل ويعكسها، إنه مرآة لما في أرواحنا. ورغم أن التجربة لاقت انتقادات علمية بسبب صعوبة تكرار نتائجها بدقة مخبرية، إلا أنها فتحت باباً عريضاً أمام فرضية مفادها أن الماء لا ينقل فقط الحياة، بل ربما ينقل النية، المشاعر، وحتى الكلمات. في الطب النبوي والرقى الشرعية لطالما استخدم الماء المقروء عليه، أي الماء الذي تتلى عليه آيات من القرآن، كوسيلة علاجية للروح والجسد معاً، ليس فقط في حالات المس أو الحسد، بل حتى في أمراض عضوية ونفسية، إذ يشرب الماء أو يغتسل به، إيماناً بأن للقرآن طاقة شافية تنتقل عبر هذا السائل المبارك. تجارب ميدانية كثيرة في أوساط الطب الشعبي والبديل أظهرت تحسناً ملحوظاً في حالات متعددة، من الأرق والقلق إلى آلام مزمنة ومشكلات هضمية بعد استخدام هذا الماء بانتظام. أما التفسير العلمي المحتمل فنجده في أبحاث معاصرة عن تأثير الترددات الصوتية على جزيئات الماء، فالصوت، لا سيما التلاوة القرآنية التي تمتاز بإيقاع متناسق وموجات صوتية فريدة، قد يحدث اهتزازاً منظماً في بنية الماء، ما يجعله أكثر انتظاماً أو قابلية للتفاعل البيولوجي كما يفترض بعض الباحثين. وكأن الآيات لا تسمع فقط، بل تخزن، تمتص، وتفعل داخل كل قطرة. وهنا يلتقي الإيمان بالعلم، حيث يصبح الماء أكثر من مجرد سائل، بل وسيطاً ينقل النية والكلمة والبركة. في عمق البحث العلمي وتحديداً في رحاب فيزياء الكم، ظهرت تساؤلات غير تقليدية تقلب المفاهيم الكلاسيكية رأساً على عقب. أحد هذه التساؤلات: هل يمكن أن يكون للماء شكل من أشكال الوعي الأولي؟ يرى مفكرون وعلماء مثل غريغ برادن وروبرت لانزا أن الوعي ليس منتجاً ثانوياً للدماغ فقط، بل قد يكون عنصراً مضمناً في بنية الكون ذاته، وأن الماء بتكوينه الفريد وقدرته على التفاعل مع الصوت والنوايا قد يكون أحد وسائط هذا الوعي. تخيل أن الماء لا يمر فقط بالجسد، بل يقرأه، يحفظ أثره، ويعيد تشكيله. ومن هنا تتقاطع هذه الفكرة مع اكتشافات حديثة حول تأثر الماء بالمجالات الكهرومغناطيسية. تجارب متعددة أظهرت أن الماء لا يتفاعل فقط مع هذه المجالات،
بل يخزن طاقتها لفترة مؤقتة ثم يعيد بثها، مما يلمح إلى قدرته على تسجيل الأحداث أو الترددات التي مر بها. في هذا السياق ينظر إلى الماء كوسيط فيزيائي حيوي يعمل مثل قرص صلب كوني، يسجل النوايا والمشاعر ثم يفعلها من جديد عند الحاجة. الماء ليس مجرد مادة حيوية، بل يحمل في ذاته وعياً أولياً وروحانية عميقة. تتفق هذه الرؤية مع اكتشافات فيزياء الكم التي تشير إلى قدرة الماء على تسجيل الطاقة والترددات وتأثره بالمحيط والنية. الماء إذن كائن حي يشارك في التواصل الطاقي الكوني ويحمل رسائل الحياة الذي يعيد بثها بطرق لا زالت تحير العلماء. الماء ليس مجرد مادة في الكون، إنه كتاب مشفر بلغة لا نفهمها بعد. هو الأصل والمستودع والطريق، يخزن المشاعر، يتأثر بالكلمات، ينقل الحياة، وربما يحمل الذاكرة والوعي والطاقة. ففي زمن يحاول فيه العلم تفكيك أسرار المادة، يظل الماء كائناً يتحدى حدود المعرفة. ولنتذكر دوماً، الماء يعلمنا التواضع، لا لون له، لا شكل له، ومع ذلك لا تستقيم الحياة بدونه. شكراً لمتابعتكم، ويسعدنا إعجابكم بالشريط، وتعليقكم يحفزنا، ويشرفنا اشتراككم في القناة مجلة الثقافة والفنون روابط.